السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا حلوين؟ إن شاء الله طيبين. طبعا اليوم الأربعاء وزي ما تشوفون إحنا في البحر. طبعا اليوم إحنا في الإجازة المطولة حقت الفصل الثاني، الفصل الأول. أيوة، زي ما تشوفون إحنا في البحر، ما شاء الله مرة جميل ومرة مبسوطين. وتعال نشوف جولة عند البحر، يلا تعالوا. أول شيء هذا البحر ما شاء الله جميل ونظيف جدا، وزي ما تشوفون أنتوا بعض الأحيان تشوفون في البحر كذا، تشوفون لما تروحون بحر تشوفون في تلوثات في البحر، لكن هذا ما شاء الله نظيف وجميل كأنه كذا مرة حلو ما شاء الله. وزي ما تشوفون نشوف جولة هناك، تعالوا معنا يلا. نايف دقيقة بسألك شيء عن البحر. نايف، كيف البحر؟ تكلم كويس. ايوه طيب، يقول انه كويس. ايش؟ مريح مرة. اوكي راشد، كيف البحر؟ حلو. ايوه طيب ياسر، كيف البحر؟ حلوة مرة. طيب اوكي، زي ما تشوفون كلنا جاوبوا على الأسئلة كلها اللي أنا سألتها. طبعا زي ما تشوفون نايف قاعد يصيد وياسر قاعد يصيد، ودحين نايف قاعد يجهز الطعم وياسر ما أدري إيش يسوي. بس إيش تسوي؟ قاعد أجهز السنارة. يجهز السنارة ياسر. طبعا ياسر يجهز السيارة زي ما سمعتم، ورواف قاعد يلعب وبلل ملابسه الله يهديه. وطبعا زي ما تشوفون ياسر قاعد يجهز السنارة ونايف بدأ يحط الطعم. وتعالوا نشوف رواف، ان شاء الله يرد علينا لانه صغير. يلا اول شي بنشوف رواف، بعدين نشوف ياسر. رواف، كيف البحر؟ يقول انه حلو وعدم المايك، معلش. تعال نشوف ياسر. يلا ياسر بناخذ جولة معاك، بنقعد كيف تسوي السنارة وعلمهم كل شيء. اول شيء ابدأ. اول شيء بس بالله استنى شوية. طيب يقول استنى شوية بس دقيقة، الحين بحط الطعم وبعلمكم كل شيء. اللي ما هو متعلم السنارة، اللي متعلم السنارة يتعلم تعليمات من ياسر. فبس مع السلامة.
يقول روح روح.
تاكل عطيه فلا ماما.
هذا واش ماما نايم في سمك نايم ماما بس اسوي كده اوكي روح تيش باي ماما تيش 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 السلام عليكم. طبعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الثاني من رحلة إلى البحر. طبعاً اليوم ما تشوفون إني زي كذا متبللة. طبعاً عادي عشان عندي ملابس ثانية الحمد لله لك يا رب. بس الحين شوفوا إيش سوينا. سوينا قلعة مرة كبيرة. مرة 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 كبيرة. طبعا زي ما تشوفون رواف فينا. هلا رواف. طبعا حنحفر ثاني عشان ما تخرب القلعة. فين الحفر؟ تعال 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 امسك امسك المايك. المايك قول لهم كذا اشياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اسمي راشد بدر الجهني. شوف رواف ايش فيه. طيب هو طبعا شوفوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مرة ثانية رجعنا لكم في اللي هو رحلة إلى البحر. طبعا سوينا أكبر 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 قصر في العالم بالطين.
شوفوا طبعا هذا حق نايف. اول شيء نشوف، واو حلو صراحه ما شاء الله حلو، شوفوا كيف حلو. وطبعا هذا وهذا حقي. تعال 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 تعال، يلا يلا تعال. طيب دقيقة، أول شيء راح نسوي معاكم نحفر، يلا احفر، يلا احفروا معاهم، احفروا مع المتابعين الحلوين القمورين، يلا يلا يا روفي احفر. يا ماما لا يا روفي لا تطش. او ماي جاد، طبعا مرة حلو يا ابني. طبعا راح نحفر عشان تصير كبيرة مرة، يصير مسبح، بنسوي مسبح. يلا ابعدوا، راح يلا يلا احفر رشودي ساطر. راح نحفر، شوفوا رواف ابعد عشان نوريهم. ابعد 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 رواف، رووفي حتى رواف الحمد لله انه مبسوط. شوفوا هنحفر مره كثير عشان يصير ايش، يصير مسبح للصغار. طبعا حنسويه عميق حتى لو مسبح للصغار. نايف ممكن تبعد، طبعا زي ما انتم تشوفون، معلش انه مو باين، لكن دحين قاعد نحفر حفرة مرة كبيرة. انتبه انتبه رواف انتبه. واو يا رواف، طبعا هذا المسبح لأجل رواف ولأجل المتابعين لعيونكم. يلا شوفوا الحين حيجي مسبح مره كبير. اوكي راشد بروح هناك بيحفر طبعا، وانا بحفر. ايش طبعا زي ما تشوفون الطيور النورس والاجواء الجميله في العصر مره حلو، بس صراحه ما ادري، انا مستغربه شيء واحد في البحر، انه تلاقون تحت الطين تحت التراب تلاقون تلاقون كذا، يعني ما ادري ايش تلاقون قزاز ما ادري، بس يعني ما ادري من وين يجي، بس يلا يلا راشد احفر احفر كثير عشان يجي المسبح عميق وحلو. شوفوا كيف شوفوا كيف مسبح مرة حلو، ولرواف وحتى أنا وانت كمان. يلا بسم الله بسم الله، بس أهم شيء إنه البحر ما يكون فيه له سلطعونات كثير. رواف يلا اقعد 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 يلا اقعد اقعد. واو يلا يلا شوف ياي. طبعا للصغار اذا كان عندكم صغار سووا زي يما، اذا كان عندكم صغار سووا زي كذا. ايوه لا ما قلزم، لا انا اسوي مسبح على هذا لف الثاني، سوي مسبح عميق معايا عميق مره. ايوه سوي مسبح عميق مره عميق وربي. ليش انت مسوي؟ يلا يلا خلي البحر يدخل. حياك الله يا بحر حياك.
يلا كفو كفو كفو. ايه طبعا البحر قاعد يدخل. بعد طبعا قاعد يلعبون الصغار. الله مره حلو. المهم يلا 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 نحفر. لا لا تحفر معاي، سوي انت بحر كبير. ايه بس لا تنسى السيارة. ايه عندي ملابس جديدة. فلا والله الحمد لله حماس. راح اخلي بحر يجي. طبعا راح اخذ مويه عشان ما يخرب. واو واو الحمد لله مره حلو. واو يلا واو واو واو. لا انتبه 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 يا روفي. واو واو الله مره حماس. واو مره حلو يا متابعين. دقيقه الحين بشوف ياسر. واو اوكي ما قلت له شيء بس كلمني كذا. واو وهو مرة حماس حماس وفلة. لا واو واو تعال تعال أروشك بالموية. تعال معايا زين. يلا يلا احفر احفر يلا. وهو حماسة. انتبه انتبه. لا 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 كذا خطأ. لا تعالوا تعالوا حياكم الله حياكم الله. حنشيل طبعا زي ما انتم عارفين اللي زي كذا اللي زي كذا هو ايش هو سمنت. اعتقد انه سمنت يسوون فيه. واو واو شفتوا كيف. نعم ايوه ايوه عادي. معليش. واو واو تموت عيوني. واو
واه صراحة مرة فل اليوم. راشد انت مبسوط؟ ايوه. خليني يلا معلش على ايه؟ ايوه اوكي الحين تعالوا حياكم الله استنوا دحين جاي عادي اخذ هذا ممكن بس شويه بس بعبي فيه له ايه مني شيء طيب بس والله بعبي هذا دقيقه اصلا جاجة خذ شكرا تعال اوكي يلا لا شوف الا اوه يلا فلا يلا 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 ابعد الله اليوم فلا او ماي جاد لا يا راشد لا تجي لا راشد لا تجي رواف صغير ما يعرف اصبر حلو هنا قول حلو هنا مكان حلو هنا حلو مكان ولا ايوه هنا مكان حلو ايوه حلو مره هنا هيا اسد هنا احسن شيء سفينة يا ماما يا حبيبي يا ماما Thank you.
هاي اصبر خلينا نغسل عشان الكروه. طيب دقيقه بشوف بشوف قاعد يكمل.